سعيد بوجودي في الشركة للسنة السادسة في شركة بقالها 130 سنة. في 6 سنين عملنا نمو 3 أضعاف ومكملين بنفس نسب النمو. ريمد مش بس منتج الرشيدي الأصلي، لا دي براندز كويكي وبيكي وسكالانس. أكتر حاجة الشركة بتفوكس عليها هو الانوفيشن، وإن احنا نطلع دايما ايدياز وحاجات جديدة للمستهلك ممكن تكون حاجات مش موجودة اوريدي في السوق. بنحاول نوصل للمستهلك بطرق مختلفة، بنحاول على طول نبقى معاهم، بنعمل إعلانات، بنعمل ريسيرش عشان نبقى فاهمين الكاتيجوري أكتر، نبقى عارفين الناس عايزة إيه، اللي حابين إن هم يشوفوه. بننزل إيفنتس كتيرة جدا عشان نبقى على طول مع الناس وأعمارهم حتى مختلفة، ما بننزلش حاجات معينة، بنقابل أعمار مختلفة. بنعمل حملات دعاية كتيرة قوي عشان نقدر إن احنا نوصل المنتجات الجديدة للسوق عن طريق إن احنا بنعمل مثلا إعلانات في التلفزيون، وكمان متواجدين على وسائل التواصل الاجتماعي. ابتكارات الغذائية هي أساس النمو بتاعنا. بنعمل منتج في قطاع التمور هو 7 تمرات، المستهلك في قلب أعمالنا وهو هدفنا. مصممين في النمو سواء في السوق المحلي أو في الإقليم عن طريق المنتجات بتاعتنا وعن طريق الاستحواذات. هننتقل للمجمع الصناعي بتاعنا في 6 أكتوبر بنهاية السنة دي. مصنعنا الجديد في مدينة 6 أكتوبر بداخل المجمع الصناعي CBC هو المستقبل بالنسبة لنا. المصنع مبني على مساحة 15,000 متر مربع وبأعلى مواصفات الجودة ومتطلبات صحة وسلامة الغذاء، وده لضمان سلامة المنتج للمستهلك. استثمرنا في خطوط إنتاج جديدة للمنتجات الحالية وكمان لمنتجات تانية جديدة جاية في الطريق إن شاء الله. الجميل اللي أنا اتعلمته في شركة ريمد إن في الشركة دي سواء أنت تدريب أو أنت من أقدم الناس في الشركة، كلنا لينا دور في الشركة دي، كلنا بنساعد الشركة دي إنها تقدم منتجات بديعة وجميلة للمستهلك. احنا حتى السلوجن بتاعنا طعم احلى للحياة، فاحنا يعني ده هدفنا، احنا عايزين ندي الحياة طعم جميل، طعم بديع، الناس تبقى مبسوطة مننا. ففعلا في الشركة دي ده كل هدفنا، ان احنا دايما بنفكر في المستهلك، هو المين تارجت في دماغنا ان احنا عايزين نبسطه. الشركة دي بناسها سواء الكبار صغيرين المديرين او العمال، كلهم بيشتغلوا في هدف واحد هو تطوير الشركة وخلق فرحة للناس كلها.